أمام التأخر المسجل في عديد ورشات الصياغة السكنية المدعمة، الوزارة الوصية تقترح على المسجلين في بعضها هيكلة أنفسهم لاسترجاع حقهم في الحصول على سكن في أقرب الآجال. وزارة السكن تقر بأن عشرات آلاف الوحدات السكنية في صيغة التساهم الاجتماعي ألسبي تعرف تأخرا معتبرا منذ سنوات طويلة، واتهمت المقاولين. حقيقة قيد الإنجاز منها 10,000 وحدة سكنية متوقفة وتعاني فعلا من مشاكل عدة، على رأسها تقاعس المرقين في إنجاز مشاريعهم، والأمر نفسه بالنسبة لولاية الجزائر. الوزارة نصحت مكتتبي الألسبي الذين اختار مواقعا تشهد تماطلا في الإنجاز بهيكلة أنفسهم عبر تشكيل جمعيات ومقاضاة المقاولين المتقاعسين يتم تعويضهم بمقاولين مقتدرين. أرى بأن تنظيم المستفيدين أنفسهم في إطار جمعيات واللجوء للقضاء لمحاكمة المرقي واسترجاع حقوقهم، مع تكفل الإدارة بتعيين مرقين جدد لاستكمال المشاريع، هي إحدى الحلول التي اقترحناها على مختلف المرقين. الحل الذي اقترحته الوزارة قد يسمح بفسح العقود مع المقاولين المتخاذلين، لكنه قد يجعل المكتتبين يصطدمون بعقبات نقص التمويل وتمديد آجال الإنجاز. اتخذ ضد المرقين بفسخ العقود التي تربطهم مع السلطة المحلية، خاصة بالنسبة للأراضي العقارات المبنية فوقها هذه السكنات، ينجم عنه حتما تفاقم في صعوبات كون عملية إتمام الإنجاز من طرف مرقي آخر بعد اللجوء إلى العدالة ينجم عنه بالضرورة بعض التأخر الإضافي ونقص في التمويل أيضا. تخصص الدولة ميزانية معتبرة سنويا لتشييد مشاريع سكنية، لكن جلها لا يسلم على مستحقيها في الآجال المحددة بفعل تخاذل المقاولين وغياب الرقابة الرسمية.